طب سؤال يا كابتن جهاد، لما الاستاذ جمال علام سالك، هو كان عنده فكره عن الموضوع اصلا ولا اتفاجئ بالكلام من خلالك؟ لا الناس كلها عرفت يعني، الكلام كله اتعرف من البوست بتاعي يعني، اصلا ما كانوش يعرفوا ان في كورس للفيفا في مصر. اللي القصه كلها دي حصلت بدون علم الاتحاد المصري لكره القدم، بدون علم الاتحاد. طبعا النهارده البوست بتاعي هو اللي فجر المشكله، البوست بتاعي النهارده اللي فجر المشكله. انا بقول يا جماعه لو سمحتوا ادينوا حقي، احنا بلد يا استاذ محمد دلوقتي فيها وزير شباب محترم بيدور على كل واحد ياخد حقه، فيها رئيس وزراء محترم، فيها رئيس جمهوريه محترم بيدور على كل واحد ياخد حقه. طيب. ممنوع في اي مجال من المجالات ان حد ياخد حق حد، احنا في جمهوريه جديده وكل الناس بتطالب بالحقوق، ايه المشكله انا طالب بحقي؟ طيب دلوقتي لجنه الحكام، طيب اللجنه فيها المفروض رئيس اللجنه الخبير البرتغالي فيتور بيريرا عنده فكره عن اللي حصل، هل تم اختاره بالتفاصيل دي؟ انا متاكد ان ما عندوش فكره، انا على فكره انا بفكر اروح له بكره او بعد اقعد معاه اكلمه مني ليه مباشر من غير مترجم. انا ليه مترجم ليه؟ لان من انا غير ايه؟ كده. لا ثواني من غير ايه يا كابتن جهاد؟ من غير مترجم ليه؟ اصل انا الموضوع ده انا اتكلمت فيه كتير جدا ومحدش كان بيسمع لنا، قلنا يا جماعه هاتوا مترجم. محمد لازم الراجل يعرف الحقائق، لان الكلام اللي بيترجم له غير الحقيقه، وبالتالي هو الراجل ما يعرفش حاجه. يعني انا اقول لك على حاجه، الراجل فعلا ما يعرفش تفاصيل اللي بيحصل. طب الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه، هل عنده فكره عن كورس الفيفا والاختيارات دي ولا اتفاجئ زيك؟ بص انا اتصلت بمحمد فاروق، محمد فاروق اكثر من اخ بالنسبه لي ومن الناس المحترمه جدا على المستوى الشخصي. كلمته يا محمد، انت نائب رئيس اللجنه، بكلمك كاخ وصديق بعيد عن اللجنه وبعيد عن التحكيم. يا محمد اللي حصل كذا 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 كذا، التفاصيل الممله دي ما كانش حد عنده علم في اللجنه ولا اللجنه كمان ولا اعضاء اللجنه، ما فيش حد عنده علم، هم فجوا زيهم بالتفاصيل دي كلها. انا بكلمك والله كلام واقع يا محمد، ما ينفعش. احنا اتحاد كبير، اتحاد مصر اتحاد كبير، ولجنه الحكام المصريه لجنه حكام كبيره. انا بقول لك الموضوع تم في الخفاء تماما. كابتن جهاد اسالك سؤال. اتفضل. هو انت لو بقيت محاضر دولي ممكن تدخل لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ هو شرط عشان اترشح عضو لجنه حكام الاتحاد الافريقي، ما ده دي اكمله الموضوع. عشان تترشح عضو لجنه حكام الاتحاد الافريقي لازم تبقى محاضر دولي، طول ما انت مش محاضر دولي ما ينفعش تترشح كعضو لجنه حكام، وبالتالي خليك ما تبقاش محاضر في الاتحاد الدولي عشان ما اسمك ما يترشحش في لجنه حكام الاتحاد الافريقي. ده يعني ايه نظره مستقبليه اللي ممكن وصلت. يحصل. وصلت يا كابتن جهاد. يعني للاسف الاتفاق لما بيحصل بالمنظر ده بيتفق مش على جهاد جيش على فكره، ما انا قبل كده اتظلمت في موضوع كاس عالم وطلعت قلت رايان يا فجل زي ما بيقولوا، وفي الاخر ما فيش مشكله هو ربنا كاتب ده، بس ما ينفعش يا جماعه انت تتكلم على اسم مصر. ما ينفعش مصر كلها فيها 2 محاضرين او 3 محاضرين اللي هم دلوقتي موجودين في اللي هو روحوا كل الكورسات والباقي قاعد يتفرج بخبرات الناس اللي موجوده. صعب قوي. ما ينفعش. لا ده كمان انت اقول لك على حاجه، اتفضل. لو محمد فاروق راح الكورس ده ما عنديش مشكله، محمد مش محاضر ما راحش الكورس الاتحاد الدولي، لو راح يبقى اضفنا اسم جديد للمحاضرين في الاتحاد الدولي. هو الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه مش محاضر دولي؟ لا ما راحش كورس دولي اتحاد دولي. انا بقول لك انت او العيله ده محاضر دولي وراح كورس قبل كده نفس الكورس ده، انت بتاخده ثاني ليه؟ او بتزج باسمك تاني فيه ليه يا كابتن جهاد؟ انت قلت جمله يعني مش هقول لك زعلتني، فيكتور جوميز اللي لسه مبطل من شهرين واللي كان طالع صغير وانت موجود بقى، يعني اقول لك ايه ده بقى دلوقتي هو مش داخل ليه؟ انا هبعت، بص يا استاذ محمد انا هبعت لك الميل بتاع الاتحاد الدولي اسامي الناس اللي موجوده والمحاضرين اللي في الكورس ده. فيكتور جوميز ده هو اللي هيحاضر، مفروض محاضر من ضمن المحاضرين، 5 محاضرين، هو واحد من ضمن المحاضرين اللي لسه من 3 شهور واخد الكورس نفس الكورس ده واخده في اسبانيا. واقول لك على مفاجاه ثانيه، اتفضل. في اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي اللي كانت من كام يوم في الجزائر خدوا قرار ان في تعديل من جديد هيحصل على لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، ابرز الوجوه الجديده اللي هتنضم فيكتور جوميز. طبعا ما هو خد الرخصه اللي ممكن يبقى بيها عضو لجنه حكام الاتحاد الافريقي، فهو دلوقتي انت بتمنع الكلام ده على جهاد او على كادر جديد عشان ما يبقاش عنده الرخصه اللي ممكن ينافس بالوصول في المكان ده. طيب. يعني حاجه، بص يا استاذ محمد الامر واضح جدا للكل والكل عارف كل حاجه وعارف الامور بتدار ازاي، بس للاسف عايزين تدخل وتدخل جذري من الاتحاد المصري لكره القدم او من المسؤولين عن الرياضه حتى لو توصل لرئاسه الجمهوريه. يا جماعه لازم الناس تتدخل، الناس تاخد حقوقها، ده مهم. لان طيب. انا اقول لك على حاجه، فاقد الشيء لا يعطيه، اذا كنت انت مش قادر تدي حق لكادر موجود كواحد بطل تحكيم وكده، ازاي هتدي الحكام اللي موجوده حقوقها وازاي هتوفر حقوق الانديه اللي بتنافس في منافسه شريفه بنت مسؤول عن التحكيم؟ فما ينفعش. عموما كابتن جهاد انا يعني بشكرك على كل هذه المعلومات، وبصراحه الموضوع يعني ربنا معاك وربنا يوفقك، ونشوف الاتحاد هيتصرف ازاي في القضيه دي خلال الساعات الجايه، لان القضيه دي محتاجه قرار مش محتاجه تصحيح، لا تصحيح وقرار، واللي اخطا لازم يتعاقب. بس هنقول كم مره مين يتعاقب، مره واثنين وثلاثه ومفيش جديد، كل اللي احنا قلناه قبل كده حتى المترجم
كابتن جهاد قالها دلوقتي والله على الهواء عشان تعرفوا ان احنا لما بنتكلم للصالح العام، ما عندناش مشاكل شخصيه مع حد. يلا